يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كثيرا ما نقرأ في آيات القرآن عدم اتخاذ الكفار أولياء، فما معنى هذا وكيف نوفق بينها وبين الآيات التي تحثنا على البر بهم؟ يا أخي، النهي عن اتخاذ الكفار أولياء يعني لا تحبهم، الولاية هي الحب، لا تحبهم لأنهم أعداء الله، وكذلك لا تناصرهم، فالموالاة هي المناصرة والمحبة. وأما الإحسان إلى من أحسن إلينا فهذا من باب المكافأة وليس هو من باب المحبة، إنما هو من باب المكافأة، تحسن إلى من أحسن إليك حتى من الكفار. نعم.